أرقى الأحياء فعلا أن تخطف سالم من لسانها. المنطقة منطقة زعما كراقية، والناس اللي ساكنين هنا ناس يعني ما يستاهلوش هاد الوسخ اللي كاين هنا، وهاد الناس اللي كاينين واللي تيلوحوا الزبلها هما كاينين موجودين هنا في البلاصة. ما كاين كاع هما الموقف ديالهم هنا حدا مجموعة بورغون هنا إلبيلية، دايرين بهم مدارس كبار يعني، وما كاينش الناس اللي مسؤولين على هاد المنطقة، وحتى المرشح ديالنا اللي رشحناه على هاد المنطقة ما تيبانش. حتى القيد هو بلسانه قال لي حنا نقول لك هضر بصراحه، جا عندنا القيد هنا قال لك عيا ما يهضر معاه. ها انت تشوف الشوهه اللي دايرين الدراري هنايا، وما كانش يهضر معاهم. دزت راه كانت محبوسه هذه، دابا راه غير الناس ولاد الدرب هنا زعما كاين والديهم تيدوزوا. حتى الناس ديال الدرب هنا ما بغاوش يحيدوهم، بغا يبلوكو، راه شحال من مره بلوكو هاد الازقه هادو. والناس ديال الجامعه شحال من خطره جاو جمعوا، دابا نيسوا على هذا القنت هذا، ما بقاش بغا يجمعوا. اللي تتحمل المسؤوليه هو اللي رشحناه، السيد اللي رشحناه ما بقاش عاقل على السميه ديالو، هو اللي تتحمل المسؤوليه ديال هذا. لا ماشي المواطنين، لا لا لا، حتى هادو دابا اللي تيجي يلوحوا بصراحه هادو تما باغيين تيقلبوا على طرفة العيش ديالهم، باغيين ياكلوا، باغيين فهمتي، في عوض ما يديروا حتى الدوله هما سهلات لهم، داروا لهم هاد لي تريبوتور اللي تيسموا، ولكن يشوفوا لهم شي بلاصه فين يلوحوا. تشوف الدوله ولا الجماعه ولا يشوفوا لهم شي تيرا فين يلوحوا، يخلصوا واحد الطريف ديال الفلوس ماشي مشكل، لان ما تيلقاوش فين يلوحوا حتى هما، تيجيو يلوحوا لنا هنا باغيين يعيشوا. ولكن هذا ما يمنعش خصهم يوقفوا، خص السلطات توقف ضد هاد الناس هادو، لان حيت ما يمكنش كان يبقاو يدو. عرفتي الناس هنا راه عياو، راه كاين اللي بغى يبيع كاع، وفعلا كاين اللي بغى يبيع، راه الناس نيت بداو تيبيعوا هنا على قبل هاد. والدار البيضاء زعما كاينه مدينه راقيه، مدينه الدار البيضاء، شو الاسم ديالها؟ مابقاش سميتها الدار البيضاء دابا على الحساب، وراه ماشي غير هنا، ماشي غير هاد البلاصه، وفي الناحيه في انفاق، ماشي غير بلاصه، راه كاين بلايص اخرين، كاين بلايص اخرين فيهم هاد المشاكل هذا، راه ماشي غير سال فوق في جيت فال دانفا، في حدا كلينيك انفاني، كلها هنايا. اش غادي نقول لك؟ حديث بدون حرج. هادشي اللي كاين. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.